رجع لنا مره اخرى زميلنا العزيز محلل رقم 10 محمد جمال من السعوديه يقول لنا كواليس النادي الاهلي ما بعد مباراه فلومينينزي وقبل مباراه اوراوا الياباني. اجي منور مره تانية حبيبي كيمو. طيب انا ما اعرفش سمعتيه لحد فين، اسال تاني. انا بس بسالك، انت كنت بتكلمني على اللعيبه الشناوي ومعلول لما قعدوا مع اللاعبين. قعدوا، كان في جلسه مع اللاعبين واكدوا على انه ننسى خلاص المباراه، اللي حصل حصل، ما كناش موفقين، ربنا ما ارادش ان احنا نوصل للفاينل. الناس كلها بتتكلم يا كريم، كمان غير اللاعبين، الناس كلها بتتكلم هنا، الصحفيين حتى اللي مش مصريين بيتكلموا على استحقاق الاهلي. الاهلي ضيع فرصه مهمه جدا، الاهلي كان يستحق يلعب في النهائي، ده كان هيبقى مفيد جدا للبطوله، الاهلي كان يستحق انه يكون موجود قدام مانشستر سيتي. كل الناس بتتكلم على استحقاق الاهلي، وده اللي مزعل الناس اكتر، وده اللي مزعل اللعيبه كمان، وصل ده كمان للعيبه النهارده. مارسيل كولر علشان في لعيبه كتير العناصر الاساسيه اللي لعبت المباراتين، عشان كده الغى مران الغد، مفيش مران، المران هيكون المباراه اللي بين مارسيل او اللي قبل المباراه بيوم، اللي هو يوم الخميس ان شاء الله يكون المران الاساسي لمباراه اوراوا. تركيز على محاضرات نظريه لحد بكره ان شاء الله، مش هيبقى في مران لكن هيبقى في محاضرات نظريه لفريق اوراوا. اتفرجوا النهارده على مباراه اوراوا ومانشستر سيتي، بتطلعوا بعض اللعيبه المميزين وتتكلموا على العنصر البدني والقوه بتاعت العنصر البدني بتاع الفريق الياباني. كان اتعب جدا فريق مانشستر سيتي في الشوط الاول، لكن كان في انهيار تكتيكي في الشوط الثاني، عشان كده المباراه، ودي نتيجه طبيعيه للمباراه ان مانشستر سيتي يكسب يعني. لا مفاجاه اتعملت للاعبين. لا مفاجاه، مفاجاه يا جيمي. لا مفاجاه ايه يا حبيبي؟ مفاجاه، بقول لك مفاجاه كانت هي. لا مش مفاجاه ولا حاجه. طب بقول لك ايه يا جيمي؟ رايك ايه فريق اوراوا؟ قول لي نظرتك الفنيه. والله فريق منظم جدا يا كريم، فريق منظم جدا، تعبوا مانشستر سيتي الشوط الاول، كان عندهم بعض النواقص الفرقه، لكن عندهم الاطراف مميزه جدا جدا، الجناح الشمال والجناح اليمين مميزين جدا يا كريم. فمتعبين جدا، متعبين جدا على الصعيد البدني. المهاجم تقيل شويه في الحركه، لو كان المهاجم في الشوط الاولاني مهاجم اخف شويه، لا الامور كانت تبقى مختلفه تماما يا كريم. طيب سامعني يا كريم؟ سامعك يا حبيبي. سامعك. طيب الاهلي محتاج يعمل تغييرات ايه المباراه اللي جايه؟ من وجهه نظرك، مش معلوماتك، وجهه نظرك. احنا كنا مع بعض يا كريم قبل مباراه فلومينينزي، قلت لك الاهلي هيعمل تغييره واحده بس في وسط الملعب، وقد كان الراجل حط اكرم توفيق علشان يقفل الجبهه الشمال المميزه جدا بتاع الفريق فلومينينزي. ما اظنش الراجل هيعمل تغييرات كتير، البعد بالنسبه له في المباراه دي، ودي معلومه، انه البعد هيبقى بعد بدني، هو اي لعيب من القوام الاساسي بتاعه مش هيستبعده الا اذا كان عنده مشكله بدنيه، مش هيقدر يبدا المباراه. طب اقول لك انا معلوماتي معلش، انا شايف انه مارسيل كولر هيعمل من تغييرتين لثلاث تغييرات في المباراه دي. لحد اللحظه هو الراجل ما اتكلمش في ده نهائي خالص. خالص هو اجواء، لكن هو اتكلم مع اللعيبه النهارده ان المعيار بالنسبه له هيبقى معيار بدني فيما يخص العناصر الاساسيه. لانه في لعيبه كتير، بنتكلم على 10 عناصر لعبوا المباراتين. صح. لعبوا المباراتين عدد دقائق كبير، فهو اذا كان الكل جاهز فال10 عناصر هم اللي هيلعبوا، هم كريم. التغييرات هتكون في اضيق الحدود، ممكن لاعب او اثنين، وبرضه هرجع اقول لك تاني، التغييرات هتكون من عناصر وسط الملعب بسبب الجهد البدني الكبير اللي بيتبذل. صحيح. فالراجل مركز انه مدي رساله ان الكل ممكن يلعب، لكن هو مش هيغير كتير، ممكن لاعب، ممكن اثنين بالكتير، وده مش هيبان اليوم الخميس في الدي ماينس 1 او المران الاساسي للمباراه، المباراه الثالثه والرابعه.